السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتثال لقوله عز وجل فصلي لربك وانحر، وتأكيدا على سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، يقوم فريق عامل Humanity Without Borders بتجهيز الأضاحي، وذلك لذبح يوم النحر العاشر من ذي الحجة. نشكر جميع المتبرعين ونبارك لهم في إيمانهم وأموالهم وأبنائهم، ونسأل الله يتقبل من خلال المال والطاعات، وأدامه الله ذخرا وسندا ودعما لأهل غزة. وصلت أمانتكم وبارك الله فيكم.